رمضان كريم جمهور جريدة أصوات، نحن في جولة ميدانية بجماعة بن منصور في إطار القيام بواجبنا الوطني وهو التحسيس بأهمية احترام الإجراءات الاحترازية خصوصا في الأسواق والمداشر والقرى. معكم السي هذا مين فضل؟ هنا سائق تاكسي. لكن ممكن تكلمنا على يعني مهنه اصحاب التاكسيات؟ المهنه دابا انت الحاله كتشوف الحاله عيانه بزاف هاد كورونا القضيه وخصوصا في هاد رمضان. هنا سولوك يعني الناس اللي كيطلعوا معك واش انت كتحترم يعني العدد ديال المواطنين؟ العدد الكمامه ضروري، هنا ما كنخليهمش يمشيو بلا كمامه، ضروري الكمامه ضروري، التباعد كاين. حنا تنتبناو على الكمامه خاصها تكون الكمامه ضروري. كل المواطن يستعمل بعضياته. هكا تفضل. بن عزيزات بن الحيمر خليفه ديال لامين التاكسيات سوق الحد ولا تجلول. حنا عندنا هنا المشكل اللي عندنا، حنا تنتبناو على الناس على الكمامه تكون عندهم. ونتبراو على تباعد يكونوا بعضياتهم، حنا نديرو جوج كنا وجوج من هنا وواحد قدام، ولكن واحد القضيه اللي تضرنا المهنيه راه ضايعين فيها، بحال عندنا الطرق خايبه، عندنا دابا الكسايد موجوده، علاش الكسايد موجوده؟ الحفاري بزاف، الطريق كلها تنهرب انا منه وكتهرب الاخر. البارح كاينه الناس راه كلاو العصا، البارح جوج طوموبيلات فاس فاس، هذه تنقول لك انا ما كاينش الضو، ما كاينش هنا عندنا الضو، هنا في الحد واخا، ولكن هنا من محل الجماعه او من محل القياده هذا كل شيء ناعس. انتم مسموح لكم يعني بعد المغرب انكم لا لا عطينا الثمانية، كل شيء تيحبس. كاين اقبال على التاكسيات هنا في المنطقه؟ مالهم؟ كاين اقبال المواطنين؟ كاين اقبال، كاينه. الخطوط اللي كيديروا هاد التاكسيات؟ نعم. الخطوط اللي كديروا يعني تنديروا القنيطره سوق الحد، سيدي على التازي الحد، بحال سوق الاربعاء الحد، ولكن حنا اللي مضرورين هي في الطرقان، اللي مضرورين فيهم بزاف. فعندك غير هاد التاكسي صافي، المهنة ديال التاكسي فقط، ما عندك شي موارد؟ ما كاين حتى شي حاجة، هاد الناس اللي هما شيفورات هنا كاملين تيصب المعيشة ديالو هو التاكسي، ما عنده لا ما تيحرات ما تيتفلح ما والو، التاكسي اللي عنده المهنة ديالو هي التاكسي. ومن غير التاكسي راه ما كاين عنده والو. ان شاء الله ورمضان كريم. واحد الملاحظه، عندنا المحطه، ديال التاكسيات راه ما كاين شيء، راه ما كايناش عندنا المحطه اللي جات قلنا حيدوا من هنايا، ما عندناش محطه خاصه بكم. ما كاينش قلنا المدير لنا، جا الرئيس ديال القراويه قالنا راه خارج لكم واحد 12 مليون غديروا واحد الباركين، 12 مليون راه 4 سنين هادي. مشينا هنا للجامعة وقعدنا مع الرئيس، قال لك راه خارجاكم إلى رئيس إلى بنادم تمرتنا بزاف. أنا عندي الكريدي، راه الطوموبيل ديالي عندي فيها الكريدي. كلشي عنده كريدي؟ كلشي كريدي عندي. كلشي عنده الإطاري؟ عندي. خرجتها ب 17 مليون وكذا، خرجتها عطيت 6 المليون، الأخرى كلها كريدي. عندك وليدات؟ شحال عندك وليدات؟ عندي 6 الأولاد. كاري دارك؟ عندي دار، عندي جوج بيوت ديالي، جوج بيوت يعني، جوج بيوت. الماء ما كاينش، الضو ما كاينش، الضو قليل. كاين اللي دابا انت تقول الضو تقول لك ومنين غنجيب لكم حنا الضو؟ ايوا حنا مشكلة عندنا بزاف، المعيشة عندنا ضعيفة بزاف. علاش ضعيفة؟ ما كاينش الخدمة. الخضر مزيان؟ الخضر دابا راه العافية شاعلة، دابا حاليا العافية شاعلة. الفلفلة 160 الفلفلة 160، الدنجال 160، هذا علاش هاد الناس التهميش هنايا علاش من السلطة اللي ما كاينش؟ أنا تنقولها من القايد ولا الدارك ولا الرئيس القراوية ما تيفكروش هنا في المواطنين. 400 راهم قاعدين هنا سادين عليهم الساقطة وتيخدموا خدمتهم باش ينوض يدير ولا يشوف بنادم باش ينوض شوية ويفرغ أو ينوض يشوف الناس باش ضايعين أو اش خصهم أو هذا. ما كاينش والو. حنا اللي واكل العصا هما الشيفورات، عنده التاكسي راه خدام مول التاكسي تيعرف ريسيطا تياخذها والشيفور راه تياخذ ريسيطا والشيفور داكشي اللي تيجي ب 60 درهم ولا 70 درهم راه تياخذها. وعنده 6 الاولاد اش غيعطي؟ شنو غيعطي؟ شنو؟ لمن غيردها؟ ايوا
الطحين داير 2000 2200 الخنشة صغيرة 25 كيلو، الزيت داير 300 لتر. كنديروا حنا لهاد المعيشة كاملة بزاف والله إلا مقهور بالله. ايوا زايد نعاود التاكسي ما عندوش قيمة. خلاص دايز كويا والدراك كلشي الناس هنا هما ماشي تنقولها بوحدي، كلشي الناس السر ديال 400 ما عطيش 300 280 بزاف. اختي ما درتهاش غندابا غادي نمشي نديرها، عارف بان كاين فيروس، كاين الفيروس هادي وعارف بانك كتدخل على ولادك المرض كاينه. شنو غدير دابا؟ دابا غنمشي ناخذ ان شاء الله. مرحبا. وانت علاش ما دايرش الكمامه؟ ما دايرهاش بصراحه غنديرها. وراه كاين اجراءات احترازيه يعني لابد الانسان يحترمها كمواطن. انت دابا كتخرج كتدخل يعني تقدر تدخل المرض تقدر غنديرها منا ان شاء الله. والتباعد الجسدي الله يعطيكم الصحه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.